نظيف الماتينال. بعد سمعنا دالي شبيل غنينا أنا نموت عليك حتى احنا نموت عليكم. كملوا معكم مستمعينا، وصلنا لفقرة ضيف الماتينال. اليوم بحذنا سي علي بن محمد، مدير مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة بوزارة التجهيز. صباح النور. صباح النور، أهلا وسهلا بك، نورتنا. شكرا لك على قبول دعوتنا. نرجعوا للمشروع مش ناخذوا عليه فكرة للناس اللي ربما ما تتعدش بالكل من المدخل الجنوبي للعاصمة. مشروع كبير مش عاوننا برشا، خاصة على مستوى السيركولاسيون والاكتظاظ والتوتر اللي كل مرة يعيشه التونسي اللي يتعدى من غديك المدخل الجنوبي للعاصمة. شكرا، بارك الله فيك، ورحبوا كل مستمعي الإذاعة الوطنية. المشروع كالمشروع مدخل جنوبي العاصمة أكيد اهتمام، محل اهتمام عديد مستعملي الطريق. مشروع من أهم ومن أكبر المشاريع الموجودة في تونس الكبرى باعتمادات هامة، معناها 370 مليون دينار لاعتمادات مخصصة لهذا المشروع. معناها مشروع يمتد على 12 كيلومتر تقريبا، منهم 8 كيلومتر معناها موجود على الخط الرئيسي اللي هو اللي يعرف به السريعة الجنوبية أو المدخل الجنوبي، اللي هو يربط معناها الطريق اللي على مستوى من مستوى منصب بي إلى الربط مع لوتوروت الطريق السيارة تونس الحمامات. هذا الطريق الرئيسي اللي هي كانت في زوز مسارات في كل اتجاه بحركة مرور كثيفة، معناها حركة المرور المقدرة في الطريق هذه تصل إلى أو تفوق معناها 170 ألف عربة يوميا، معناها اكتظاظ كبير. ليفوا اللي موجودين توا معناها في الطريق هذه غير قادرين معناها يتحمل معناها الاكتظاظ هذا، وهذا لاحظوه معناها كنجي نشوفوا معناها خاصة في أوقات الذروة ثم اختناق مروري كبير. على هذا جاء المشروع معناها من أجل توسعة المدخل هذا، باش يكون أربع مسارات في كل اتجاه. معناها تم معناها باش يكون طاقة استيعاب الدوبل نتاع الموجود تو، معناها كانت تتعدى 170 ألف عربة يوميا، نجموا نوصلوا طاقة الاستيعاب نتاع الطريق في شكله الجديد، المدخل في شكله الجديد، نجموا نوصلوا 300 واش ولا أكثر. احنا أربع مسارات، احنا كان عندنا زوز مسارات يمروا منهم 170 ألف عربة يوميا، هذا سبب اختناق. إذا باش نمشوا في التوسعة باش نعملوا أربع مسارات في كل اتجاه، باش يكون ما عادش ثم اختناق مروري كما اللي نشوفوه توا، ثم معناها حركة مرور سلسة كما نشوفوا إذا كان جايين من الحمامات في المدخل الجنوبي. هذه توا الجزء هذا تم إنجاز أربع مسارات، نشوفوا كيفاش حركة المرور والتخفيفة في المكان هذاك. معناها التوسعة إضافة للمسارات هذه فما الجسور زيدا، احنا بطبيعة الحال كي نقولوا معناها باش تتم التوسعة إلى أربع مسارات، عندنا الجسور الموجودة حاليا اللي هي متعامدة في محورها مع الطريق الموجودة غير متلائمة، تصبح غير متلائمة مع التوسع الموجود. إذا باش يتم كل إعادة إنجازها، معناها باش يتم هدمها وإعادة إنجاز محاولات أخرى تستجيب مع التوسعة الموجودة هذه. إلا المحاولات إلا الجسور الموجودة الجسور التحتية هذه باش يتم توسعتها، لأن ما عندهاش معنى تأثير على المشروع. على قديش من مرحلة المشروع هذايا باش يكون؟ احنا التقسيم المشروع تقصد معناها اي تقسيمه طبعا، هو المشروع فيه خمسة اجزاء. معناها القسط العدد او القسط الاول اللي هو متمثل في الجسر الموجود على مستوى جبال جلود اللي هو فوق السكك الحديدية، هذا الجسر باش يتم المحافظة عليه خاطر ما عندناش بديل، معناها باش يكون هو المخرج نتاع المشروع، وباش يتم توسعته من كلتا الجانبين بجسرين اخرين. جسرين اخرين، انا هذا الجسر موجود بطول 300 متر باش يتم توسعته من جهتين بجسرين اخرين بهيكل حديدي وخرسانة مسلحه، معناها لضمان سرعه الانجاز وقابليه الانجاز، خاطر احنا باش نشقوا السكك الحديديه معناها خدمه ماهيش سهله. القسط هذا اصعب قسط في الاقساط الكل، بكلفه تقريبا ب 100 مليون دينار، معناها كلفه كبيره، واللي يدل على صعوبة المشروع هذا. ما تعاود أكثر من مرة، معنا عملنا لابيل دوفر بامل دوفوا وثلاثة مرات يتم إعادة طلب العروض في الآخر، معناها بدأ المشروع هذا بصفة متأخر على الأقساط الأخرى. هذا اللي فيه التوسعة وفيه صيانة الجسر القديم وفيه
معناها تو حاليا كن نمروا معناها من الجسر هذا عندنا فريق عمل داخل الجسر ما نشوفوش احنا يقوم بعمليات الصيانه. عندنا شركه اخرى تقوم بالاسس في القسط هذا، عندنا شركه اخرى تقوم بصناعه الهيكل الحديدي في معناها شركه اجنبيه، وعندنا شركة المتعاقد معها اللي هي تقوم بالأشغال الأخرى المتعلقة بهذا القسط، اللي هو تو في مرحلة متقدم ب 15% تقريبا، كما قلنا بدأ متأخر معنا مقارنة بالأقساط الأخرى. القسط عدد 2 اللي هو مواصل القسط عدد 1 في اتجاه الحمامات على مستوى لاكانيا، كيف باش يتم التوسع 4 مسارات في هذا القسط، وإعادة تم جسر باش يتم إعادة إنجازه. القسط هذا تقريبا متقدم بنسبة 55%. الصعوبة في القسط هذا صعوبة في المشروع كامل، كان نحكو على صعوبات المشروع، هي معناها الحوزة العقارية اللي هي محدودة. هذا الطريق معناها تشق منطقة عمرانية اللي يصعب معناها فيها إيجاد حلول معناها لتحويل جزء إلى حركة المرور. في النقطة هذه كيفاش كان تفاعل المواطنين وتعاملهم معاكم؟ هل كانوا متعاونين؟ ما قديش من مواطن ربما كان يلزم يتخلى وإلا تلقوا معاهم وفهمة للصالح العام؟ واضح، احنا عندنا فريق عمل خاص بالانتزاع معناها التعامل مع المواطنين ومع اللجان. هذا عندنا فريق معناها متخصص في الحكاية هذه، تعرفوها بروسيدور طويلة، ونحاولوا باش نكون بالتراضي دائما، نمشوا للتراضي. هذا ممكن سبب من الاسباب اللي تعطلت عليها شوي معناها عمليه الانتزاع. قايمين معناها معناها فريق عمل معناها حتى من طرف مكتب دراسات معناها ومن طرف الاداره لايجاد الحلول مع المواطنين والتحاور معهم ونوصلوا معناها للاتفاق حتى يتم الحوزه معناها بالتراضي الجميع. نعم. الحمد لله 95% تقريبا من الحوزه للمشروع هذا تم تحوز بها، معناها تم ايجاد حلول فيها. كذلك في اماكن تعذر معناها ايجاد حلول، قمنا حتى بتغيير المسار للمشروع، اعاده معناها جزء معين، جزء من المشروع، اعاده دراسه حتى نبعده ونحقق معناها الاستمراريه للمرافق الموجوده على الطريق هذه. الجسر الجديد هذا، الجسر من القسط الرابع اللي مؤخرا تحدثنا عليه في 13 سبتمبر، وقتاش من المنتظر يدخل حيز الاستعمال؟ الجسر القسط 4 اللي هو الأخير، جزء منه دخل حيز الاستغلال. هو جسرين، جسر من المروج معناها في اتجاه رادس، ومعناها اللي قصدي ربي رادس ولا تونس او بنعروس، هذا تم استغلاله معناها المده الاخيره معناها الجمعه اللي فاتت، اللي هو بطول 600 متر تقريبا. الوصله هذه فيها ثلاثه جسور معناها فيها ثلاثه جسور. بلي سامحني، معني فسر لي انت، كان انا مانيش فاهمه بالكدا ولا غلطه، يعني تم افتتاح ثلاثه جسور من القسط الرابع من المشروع. نعم. هكا ولا لا؟ نعم. والجسور هذيا هي اللي تعديوا عليها الناس اللي جايين من طريق نعسان من بير القصعة في اتجاه رادس ووسط العاصمة. يعطيك صح. وإلا اللي جايين من مفترق ميامي في اتجاه بن عروس وتونس العاصمة. في اتجاه واحد. في اتجاه واحد. توا مش نستكملوا أشغال الجسر عدد 4. هكيكا وصلنا للمرحلة هي. هذايا في الاتجاه الأول. الأول. توا باش نجيبوا الاتجاه الثاني اللي هو من رادس في اتجاه بير القصعة ولا اتجاه المروجات. هذا ولا الجسر نعسان ولا نعسان. هذا الجسر الثاني اللي هو بصدد الانجاز. احنا ان شاء الله في غضون شهرين ان شاء الله يكون الجسر هذا تام وقابل استغلال، يعني تقريبا في ديسمبر بعد شهرين تقريبا. نعم. ديسمبر نكون ان شاء الله تمينا الجسر هذا واصبح دخل في حيز الاستغلال، وقتها نجم نبدو في عمليه معناها هدم الجسر القديم. واللي هو باش تكون معناها بهدم الجسر القديم في القسط عدد 4 باش تكون معناها الاشغال الكبرى تمت. معناها احنا في القسط عدد 4 تقريبا الاربع مسارات اصبحوا جاهزين في كل اتجاه. تم استغلال الجزء الاول من الجسر، باش يتم ان شاء الله استغلال الجزء الثاني في غضون شهرين، ومن بعد نتم معناها الانجاز الاشغال الاخرى اللي هي اشغال بحول الله ما تاثرش على مستعمل الطريق، باش تكون حاجات تابعة المشروع اللي هي ما عندهاش أثر سلبي على مستعمل الطريق. والمشروع بكله وقتش يكمل بكل جزئياته ومراحله وتفاصيله؟ واضح، احنا في القسط عدد 1 اللي هو بدأ متأخر كما قلنا في 2023، معناها آخر 2025 إن شاء الله أنا بريفيو باش يكمل المشروع القسط عدد 1. الأقساط الأخرى اللي هي معناها 1، 2، 3، 4 و5، 4
نبدو بالأربعة اللي هو متقدم أكثر واحد في المشاريع هذه، قصة عدد أربعة اللي هو إن شاء الله مارس يوفى القصة عدد أربعة. والقصة عدد اثنين وثلاثة وخمسة إن شاء الله في جوان إن شاء الله نحاول نستكملوا الأشغال الموجودة بالأقساط هذه. بعد ما يكتمل مشروع هذا المدخل الجنوبي لتونس العاصمة، في أي صورة مش يخرج للناس وشنو اللي مش يتغير خاصة على مستوى حركة المرور، وكيفاش مش يساهم حتى في الدورة التنموية الاقتصادية للجهة؟ احنا تعرفوا المدخل الجنوبي هو شريان، معناها تعرفوا الضغط الموجود عليه، هو احنا توروا بالكثافة المرورين الموجودة، وثم ناس راهي ما تستعملش في المدخل الجنوبي باش تبعد على السيركولاسيون. وقت اللي يفتح المدخل الجنوبي باش يحل مشكلة كبيرة للمستعمل الطريق، معناها باش تولي ثم سلاسة في حركة المرور، باش تربط المدخل الجنوبي بالروت اكس، معناها حتى في اطار مشروع هذا الربط مع الروت اكس اللي هي باش تكون الحزام الاول لتونس. باش يمثل هذا المشروع معناها انفراج كبير في حركة المرور بالنسبة لداخلين تونس او خارجين من تونس، ما عادش نشوفوا الاكتظاظ الكبير الموجود في المدخل او في المخرج تاع تونس في اوقات الظروف. كيما مع كل ضيف سي علي، نخلي كلمات الختام اللي كنتي شنو تقول للمستمعين المواطنين اللي هما يمشيوا يوميا بالاربع مرات في على الجسور هذيك وعلى الطرقات هذيك اللي يتعداو ديما على المدخل الجنوبي للعاصمه، هل من نصائح، هل من توصيه، هل من رساله تحب توجهها حتى للاطراف المتداخله لانجاز هذا المشروع في الاجل؟ احنا الحاجه الاولى نشكر شرطه المرور حقيقه اللي متعاونين معنا في المشروع هذا، معناها شركاء معنا وعذبناهم معنا في المشروع هذا، تدخل حيني تنسيق دوري معناها معاهم في التحويل الجزئي لحركه المرور. كذلك مستعمل الطريق نطلبوا باش توخوا الحذر، معناها في نراو مشروع في بصدد الانجاز والتحويل، معناها دائما ثم علامات دالة نحاولوا نلتزموا بها ونحاولوا باش نوسعوا بالنا. ان شاء الله المشروع رفاقة الجميع، ما هوش راضينا باش نقلقوا العباد بالمشروع نتاعنا، احنا الهدف نتاعنا باش نحلوا مشاكل يوسعوا بالنا مع بالهم معنا شوي ان شاء الله، والانفراج ان شاء الله موجود. احنا رانا مش نستنوا التواريخ اللي حكينا عليها توا باش بانتهاء المشروع، رانا في كل مرحله توفى معناها قادرين باش نعطوا جزء من تاريخ الاستغلال باش نسيبوه للاستغلال. معناها باش يكون انفراج معناها حتى لنوصل لنهايه المشروع، ماناش باش نستناو نهايه المشروع باش نقولوها ونكملنا، كما فتحنا قصه عدد اربعه باش نفتحوا ان شاء الله قصه عدد ثلاثه في جسور اخرى، وهكذا الدواليك معناها باش نمشوا بروغريسيفمون حتى يتم الانتهاء من المشروع. كذلك رانا احنا منفتحين على كل ملاحظه وكل معناها توصيه وكل سواء بصفه مباشره او عن طريق التواصل الاجتماعي. ديجا كي حلنا المشروع تم انتقادات جت على البانو الموجود نتاع السينياليزاسيون الموجود على الطريقه هذه. هو صحيح راه مخدوم حسب البلان والبلان ابروفي معناها، ونحن ما حلينا السيركيلاسيون انا مشينا مع شرطه المرور وشفنا المسار هذا، ولكن مع هذا تفعلنا وغطينا هكا البانو هذاك اللي هو راه ينجم يؤدي، معناها عندنا دخله اولى لتونس ودخله ثانيه لتونس. لكن غلط الناس ربما غلط الناس احنا لتفادي المشاكل غطينا البانو هذاك وخلينا البانو الثاني على اليمين، معناها نتفاعلوا وقت اللي ثم انتقادات ولا مقترحات، رانا متفاعلين بصفه معناها متواصله وعندنا فريق يعمل على الشيء هذا في المشروع. هذا نحاولوا باش يكون ان شاء الله مشروع نموذج ان شاء الله، وان شاء الله نحاولوا باش نضغطوا على الاجال وانجاز المشروع بالكيفيه المطلوبه. كي نحكيو على الجسور في العالم، الجسور من اصعب ربما مكونات الطرقات، قداش عمر الجسر تقريبا ومدى مطابقه الجسور نتاعنا للمواصفات العالميه؟ احنا اكيد جسورنا واشغال نقوم بها كلها مطابقه للمواصفات العالميه، ما نخدموش حاجه معناها الجسر يوصل ل 100 سنه، معناها الجارانت نتاعو 100 سنه ينجم يوصل واكثر من 100 سنه بطبيعه الحال، هذا العمر الافتراضي نتاع الجسر. لكن احنا عندنا جسور ما شاء الله معناها عندها مئات السنين لحد الان موجوده معناها بطبيعه الحال الصيانه الجسر معناها كيما كل حاجه راهو الديمومه نتاع الجسر او اي حاجه راهي مرتبطه بالصيانه. أكيد. والصيانه تبقى في يد وزاره التجهيز. اكيد احنا اداره خاصه، عندنا اداره صيانه الطرقات موجوده في وزاره التجهيز وكذلك في الاداره الجهويه.
شكرا لك سي علي بن محمد مدير مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة بوزارة التجهيز. مرة أخرى الناس اللي تسمع فينا توا وهي في الثنية هذوكم واحدة واحدة إن شاء الله نيتكم زينة بالنسبة لوزارة التجهيز، إن شاء الله الصيانة تصير على كل طرقات تونس. هذه جسور جديدة واعدة، مشروع كبير ياسر، أكيد مش يغير حتى وجه المدخل بكله مش فقط حركة المرور. يعطيك صحة مرة أخرى، نسمعوا نغم وبعد نستقبلوا ضيف آخر من ضيوفنا في يوم سعيد اليوم. كل طرح نخطط له مليح، نترانى